من جهته أشار إيميل حكيم مدير الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في كلمته خلال مشاركته في الجلسة الختامية، أشار إلى أبرز ما تواجهه المنطقة من نزاعات، مؤكدا أن الحل الأمثل لوقف هذه النزاعات هو الوصول إلى تسوية سياسية. إن العقد المنصرم قد شهد الكثير من النزاعات في المنطقة، وكل هذه النزاعات أدت إلى نوع من السأم والإحباط، وكانت هناك محاولة لتجميد هذه النزاعات على أمل أن تكون ناقلات ومحفزات التنافس، والنزاعات سوف تزول وأن تجد الأطراف المختلفة التسوية السياسية، وكأنها الطريق الأمثل إلى الأمام. لقد رأينا ذلك في ليبيا وسوريا واليمن وحتى في فلسطين.